الله، دي مش حكمة إلهية، دي حرية بشرية. لا هو كل واحد حر في نفسه. في الإسلام لا يمكن للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها، أي الرجل المسؤول عنها كالأب أو الأخ. قال محمد: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. أما عن مكانة الزوجة في الإسلام فيقول محمد: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وقال محمد: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه، أي لو طلبها للجماع وهي على رحل الجمل لم تمنعه. وقال محمد: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. ويقول محمد: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فحق الزوج عظيم جدا جدا جدا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج علي. قال: تريدين أن تعرف حق الزوج؟ قال: نعم. قال: حق الزوج أن لو خرج من أنفه صديدا أو من منخاره دما ثم لعقته ما أديت حقه. فلذلك حق الزوج عظيم، لابد أن تحفظه. على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وحسنه. ورد الوعيد الشديد للمرأة إذا عصت زوجها في الفراش، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. الله يعلم حاجة الرجل، ويعلم أنه قد يأتي من خارج، ويمكن أن تتعلق نفسه بشيء أو رأى شيئا، ويعلم هذه الحاجة. ولذلك أمر المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور، لو كانت تخبز تجيبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، معنى ذلك أن المرأة عليها أن تلبي رغبة زوجها وتطيع. المرأة في الغرب ليست مجبرة على ذلك، بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته، أنه إذا أتاها رغما عنها هذا اغتصاب، يعدونه اغتصابا. لا بد أن تكون متهيئة، لا بد أن تكون راضية هي بزعمهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. تصور التنور مشعل ويراد أن تخبز عليه الخبز، إذا دعاها وهي مشغولة بهذا الشغل الذي لا يفوت يجب أن تترك التنور وتجيب زوجها. وفي الحديث الآخر: فلتجيبه وإن كانت على ظهر قتل حتى وهي راكبة. ويجيز القرآن أن يضرب الرجل زوجته إذا لم تطيعه، بل وحتى إذا شعر بأنها لن تطيعه، أي قبل أن يحصل النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن كثير: أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة النافذ هي المترفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ النشوز إما خروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش.
أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه أو المعاكسة فيما يحب، كل هذا صور من صور النشوز. وقال محمد: علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. واضربوهن في هذه الآية إعجاز، أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. المرأة الأولى فتاة ربيت على هذا، يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع اضربوها، كلي لا أريد اضربوها، هكذا اعتادت على الضرب، تربت على هذا. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك، ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرابا للنساء. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب، هذه أيضا لا تستقيم إلا بالعصر. والمرأة الثالثة امرأة فيها انحراف لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهر، وإلا إذا ضربه، وإلا إذا انتصر عليها عضليا وهزمها بصوته. وفي الأردن التي هي من الدول العربية المنفتحة والتي حققت أعلى نسبة نجاح عربيا في محو الأمية، أظهر مسح أجراه المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام 2002 أن 83% من النساء أيدن حق الرجل في ضرب زوجته في حال قامت بأي عمل يدل على خيانة الزوج، كما أيدت 60% من النساء ضرب الرجل لزوجته إذا ما قامت بحرق الطعام، و52% أيدن ضرب الرجل لزوجته إذا لم تنصع لأوامره. هذا ما يفعله الإسلام بنساء المجتمع. في الإسلام فإن من يقتل نفسا متعمدا فجزاؤه القتل، ولأهل القتيل أن يتنازلوا عن القصاص ويأخذوا الدية، والدية أيضا هي الحكم في حالة القتل الخطأ كحوادث السير، ودية المرأة في الإسلام هي نصف دية الرجل. قال الإمام الشافعي: لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقال الكاساني: دية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة، فإنه روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا. ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها. وفي المذهب الشيعي فإن أهل المقتولة إذا أرادوا القصاص فعليهم أن يدفعوا لأهل القاتل نصف ديته. روى الكليني في الكافي أن جعفر الصادق أحد الأئمة الاثني عشر المعصومين عند الشيعة قال في رجل قتل امرأته متعمدا: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية. وبعد أن تموت المرأة فإن الاحتمال الأكبر هو أن يكون مصيرها إلى جهنم. يقول محمد في صحيح البخاري: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقال محمد كما في صحيح مسلم: إن أقل ساكني الجنة النساء. فإن كانت المرأة محظوظة ودخلت الجنة فإن الرجل له بالإضافة لزوجاته في الدنيا زوجات من الحور العين. يقول القرآن: كذلك وزوجناهم بحور العين. ويقول محمد كما في صحيح البخاري عن رجال الجنة: لكل امرئ زوجتان من الحور العين. بل حتى أن الشهيد يزوج 72 زوجة من الحور العين كما يقول محمد. أما المرأة فليس لها في الجنة غير زوجها في الدنيا،
يقول القرآن واصفا زوجات رجال الجنة: وعندهم قاصرات الطرف عين. قال ابن كثير: أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وقال محمد: المرأة لآخر أزواجها. وقال الصحابي حذيفة بن اليمان لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. هذه هي قصة المرأة في الإسلام، ظلم واحتقار يبدأ من الولادة ولا ينتهي حتى في الجنة المزعومة.